تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وكذلك السيد الوزير الأول اللي رام في متابعة شخصية لمدى التكفل ب طبعا عوائل الضحايا. فوقفنا اليوم في ولاية الطارف أولا لتقديم واجب العزاء لعوائل الضحايا ومدى التكفل النفسي والاجتماعي. أسدينا تعليمات صارمة للخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني اللي دعمت بكل الخلايا الجوارية للولايات المجاورة من أجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقيام بالتحقيقات الاجتماعية بالنسبة للعوائل منذ اندلاع الحرائق في كل الولايات المعنية. تم إنشاء أزمة على مستوى الوزارة، وهذا بالتنسيق مع طبعا السلطات المحلية. أسدينا تعليماتنا مباشرة بتنقل الخلايا الجوارية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وكذلك تأطير أيضا العمليات والمساعدات الآنية والمستعجلة.